بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو بنتكلم كنا عن neglected tropical disease اللي هي أمراض المناطق المدارية المهملة، وقلنا عنا has significant negative impact on health and economic throughout the tropics. قلنا عندها تأثير سلبي على الاقتصاد وعلى الصحة. طيب although countries and areas in tropics have made remarkable progress in control and elimination of neglected tropical disease, there is a vital need to consolidate these sickness and further reduce the burden of the disease. على الرغم من ان البلدان although countries البلدان والاريا في التروبكس اريا في المنطقة المدارية تروبيك يعني مداري او استوائي have made remarkable progress احرزت تقدم ملحوظ in the control and elimination of neglected tropical disease neglected اللي هي مهملة و elimination يعني القضاء على الأمراض المهملة الاستوائية. there is a vital need to consolidate حاجة حيوية لتعزيز هذه النجاحات. consolidate يعني للتعزيز this is success النجاحية و further reduce the burden of the disease البردن هو العبء عبء المرض لتقليل عبء المرض بشكل أكبر. many neglected tropical disease such as lymphatic filariasis كثير من الأمراض اللي هي المهملة مثل داء الفلاريا الليمفاوي blinding تراكوما داء اللي هو تراكوما المسببة للعمى تراكوما المسببة للعمى ليبروسي جزام شيسوزوميزيس الشيسوزوما تراكم مسبب ممكن أضع على الجزام والبلهارس والداء العليقي من المضادات النشاط العشر الأخير. أنياوس كان بي إليمينيتد فروم ذا تروبكس إن ذا نيكست 10 يورز اللي هي الداء العليقي الياوس الداء العليقي دي كلها ممكن يتم القضاء عليها خلال 10 سنوات. أذر ستش أز سويل ترانسميتد هليمينثيزيس اللي هو بعد الآخر زي ديدان داء الديدان الطفيلية المنغولة بالتربة soil transmitted hemolysis ديدان hemolysis ديدان and foodborne trematodes داء المثقوبة المنقول عن طريق الأغذية trematode اللي هي ديدان منقولة بالغذاء relay on intervention to control morbidity بيعتمد على التدخلات اللي سيطر على الأمراض while long term intersectoral measures to control transmission are scaled up في حين يتم توسيع نطاق التدابير المشتركة بين القطاعات طويلة الأجل للسيطرة على المرض intervention to control morbidity اللي هي تداخل على سن يتحكم في المرض ديا وال long term التطابيق الطويلة المدى يتحكم في transmission أو في الانتقال why act against neglected disease لماذا نتصدى الأمراض المهملة ليش نتصدى ليها health is a key determination of welfare الرفاهية والفر معناها رفاهية الصحة هي المحدد الرئيسي key determinant محدد رئيسي للرفاهية ill health negatively affecting income and education احتلال الصحة يؤثر سلبا على الدخل والتعليم each year 100 million families impoverished because of health spending كل عام 100 مليون أسرة تعاني من الفقر بسبب الإنفاق الصحي 100 مليون أسرة ثاني أكبر إنفاق على الصحة بعد الغذاء له أثر على أساسيات أخرى Health second biggest expenditure after food as implication for other basic needs nutrition and housing اللي هو biggest expenditure after food بعد التغذية أكثر هم الناس بيصرفوا فيه واللي هو الصحة has implication for other basic needs الاحتياجات الأساسية زي التغذية والسكن الديفلوبمنت التطوير بج economic returns to investment in health عائدات اقتصادية ضخمة للاستثمار في الصحة huge economic returns to investment in health للإنفاق في الصحة estimated return of $3 to $10 for every $1 invested يعني اللي هي البيجي العائد عوائد تقديرية من $3 to $10 من دولار واحد الواحد ينفقه compared to 1.2 to 1.5 in other sectors of economy مقارنة ب
في الأماكن الأخرى. ناشونال سيلف انترست، اكسترناليست، immigration and trade، national security. طيب